تخيلوا موتوا ماتك يا جبانة، حفتر يا قتال ظنانة، 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 حفتر يا قتال ظنانة. توار سوق الجمعة يا توار سوق الجمعة يا لا قول وللسرة يروح خيرنا اولي بنغازي حلي ببانك توك سرا يا علو شانك بنغازي حلي ببانك توك سرا يا علو شانك بنغازي حلي ببانك توك سرا يا علو شانك بنغازي حلي ببانك بنغازي حلي ببانك مفتينا الشيخ الطلياني سبوه وجابوا الطلياني سبوه وجابوا الطلياني مفتينا الشيخ الغرياني سبوه وجابوا الطلياني سبوه وجابوا الطلياني دم الشهداء ما يمشيش هبا دم الشهداء ما يمشيش هبا دم الشهداء ما يمشي شباب شهداء شهداء من اجلك يا ليبيا من اجلك يا ليبيا شهداء شهداء حفتر لا لا شهداء شهداء جيفا حفتر لا لا شهداء شهداء جيفا حفتر لا لا شهداء شهداء جيفا حفتر لا شهداء شهداء جيفا ليه لا ثا كلاب معمر لا لا كلاب معمر لا لا كلاب معمر لا لا كلاب فرنسا 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 لا لا كلاب عبتر لا لا كلاب فرنسا لا لا كلاب فرنسا لا لا كلاب فرنسا لا لا والسراج لا لا والسراج لا لا والسراج لا لا زيو يا الراج لا لا والسراج لا لا ومعتيق لا لا شهداء شهداء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن المتظاهرون في ميادين وساحات الثورة نقف إلى اليوم الرابع نستنكر فيها الظلم والطغيان العسف بأبناء ليبيا، نستنكر فيها التدخل الأجنبي في مصالح ليبيا وفي دولة ليبيا، نستنكر فيها إعانة بعض أبناء جلدتنا ومرحهم واستقبالهم لهؤلاء الغزاة الفرنسيين الذين يمولون الظلم ويسعون لإحباط ثورة 17 من فبراير. نقف لليوم الرابع نستنكر فيها هذه الظلمات التي تمطر أبناءنا بالظلم والطغيان. نقف
هذه اللحظات لنعبر عن إرادتنا وإرادة أبناء جلدتنا من ليبيا الأحرار الأوفياء لدماء الشهداء، الأوفياء للجرحى، الأوفياء للمبتورين. نقف في هذا الميدان نستنكر فيها جميع أنواع الظلم من الساسة المفروضين علينا. نقف نستنكر وجود المجلس الرئاسي الذي لم يتوافق عليه الليبيين في يوم من الأيام، وخارج وفاق القانون. نقف في هذا الميدان نستنكر سكوته عما تفعله فرنسا في أبنائنا. نقف في هذا الميدان نعبر عما يدور في خاطرنا. نستنكر فيها صمود المجلس الرئاسي الذي فرض على الليبيين بحجة الوفاق المزعوم. نقف في هذا الميدان نرفض هذه الإجراءات الظالمة الباغية التي قهرت إرادة الأحرار ونست دماء الشهداء وأرواحهم ونست مبتورينا وجرحانا. نقف في هذا اليوم نستنكر ما يقوم به المجلس الرئاسي من تجاهل لأبنائنا الذين فقدناهم في الجبهات. لم يقف ممثلا من ممثليهم ينعى أبناءنا ولو بكلمة حق. نقف نستنكر ما يفعله هذا المجلس المزعوم الذي يريد أن يتحكم في رقاب أبنائنا الأحرار وهو لا يملك قرار نفسه ويتلقى توجيهاته من سيادته أوروبا جميعا. نقف يا إخواننا نستنكر هذه الظلمات التي يسعى المحبطون وكل من لا ينتمي لهذه الثورة المجيدة. نقف نستنكر كل ما يحاول الانقلابيون والرجعيون وأرباب الأفكار المحبطة لإحباط ثورة 17 من فبراير ووعدها، ولكن ولله الحمد والمنة ثم لأبنائنا الأحرار وحرائر بلدنا الشريف ما زلنا نواصل الوقوف والرفض، وقد اتخذنا إجراءات عملية ليلة أمس بأن أصدرنا بيانا أمام وزارة الخارجية نبين فيها أن وزارة الخارجية قد اغتصبت من حكومة الإنقاذ الوطني والمؤتمر الشرعي الذي حكمت به المحكمة العليا، والذي يمثل الشرعية الوحيدة في ليبيا. نقف ندعم هذا المبدأ الذي صدر عن دار الإفتاء الليبية بأن الحكومة الشرعية وجهازها التشريعي هي حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني إلى حين أن
يتشكل مجلس أعلى للثوار. الله أكبر. يستلم فيه إدارة البلاد من هذه الحكومة الشرعية التي نص عليها المجلس التشريعي بدار الإفتاء. يا إخواني، وقوفنا ليس لشخصيات ولا لمناصب ولا لكسب ماديات، ولكن وقوفنا من أجل استقرار الوطن وتنعم أهله جميعا بخيراته وأمنه واستقراره. ندعو من هذا المكان الطاهر جميع أبناء ليبيا أن يثابروا الوجود بميدان الشهداء للتعبير عن هذه الإرادة الحرة الطاهرة النازهة النزيهة التي تسعى لصلاح الدين والوطن. ندعو جميع الشرفاء بمشاركة إخوانهم أقل مشاركة أن يقفوا ويعبروا عن إرادتهم في الميادين، ندعم بها ثوارنا الأشاوس في جميع الجبهات، في جبهة سرت وفي المجرون وفي درنة وفي بنغازي. أبناؤنا الثوار المرابطون في الجبهات عندما يرى إخوانهم المخلصين في الميادين ما زالوا يواصلون الركض ويسعون لنشر العدل والإنصاف، يزداد ثبوتهم على الحق وينهض للدفاع عن الدين والوطن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. جيبوا طيارات. نترحم على أبنائنا الشهداء الذين فقدناهم في ثورة 17 من فبراير، وما زلنا نقدم الأرسال من الشهداء لتطهير البلاد من الفسقة التكفيريين ومن الوصوليين ومن أصحاب الأغراض الشخصية. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يشد من أجلنا، وأن يدعمنا بجند من عنده، وأن يدعم أبناءنا في الجبهات بجند من عنده ويمدهم بمدد. والله الموفق ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.